خفاف الحمول الله شايل همومك وسارح في بلاد الله تجلد حمولك وخفاف الحمول الله لو النهار انصافك اللي المخبي لك كأنه لا يعرفك ولا كان في يوم ليلك ولا كان في يوم ولا كان في يوم ليلك ومن بلاد لبلاد ومن عباد لعباد دنيا الفرح والحزن ملهمش فيها معاد ومن بلاد لبلاد شمس أو ظلة اللي في نصيبك يصيبك شمس أو ظلة شمس أو ظلة اللي في نصيبك يصيبك
شمس أو ظل. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟ تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خالقها. تعال بس تعال. تعال اقعد وقول لي. انت رحت سرايك بور عليهم مال. رحت سرايت بور عليه. هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقه احنا ندفع الدية. ما سرقتش! ما سرقتش! وبنت اخته ضريتها بحاجه؟ يعني ما قربتش عليه؟ مسيت البت يا شيخ خلف؟ البت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بكر العلم عند الله. يعني ايه؟ ما عملت لهاش حاجة؟ اطلق! بدت يا سيدي
اشتهيتها. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني. عاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمدة انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمة واحدة زيادة وهفرغ الخزنة دي كلها في صدرك. هطلع لهم. لا هنا بيتي، حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي برا دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك، لا يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم، انا مش جاي اتعارك معاكم، انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجة. هتتستر على مجرم يا عمدة؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومة تاخد لك حقك. وخلي بالك الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمدة؟ عشان خاطر كلب زي ده تضيع رجالة اقل واحد فيهم بلغته برقبته؟ قول عمل ايه الشيخ خلف، والرجاله هي اللي تحكم. سرقني؟ سرق؟ لو سرق مليون اردهم ومعاهم الدية. في غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر عمده واطرد الكلب ده من بيتك وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجاله عمل ايه، قول. ولا حاجه، ولا حاجة. بس عند هو بس ليه كده يا سيدنا؟ عايز تموت نفسك والبلد كلها تقع في بعضيها؟ اقعد سيجي عليك النبي، لا تقعد. ايه اللي مصحيك يا حبيبي؟ شمن اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي.
زيادة يا عبد الرحمن. فاضي يا عم. قرب، توحشتك. أنت الحيط. إيه، غيرانة يا هاي. توحشتك قوي. تخفض لغباتك كده. أنا بخنقك كده؟ لا. عارف أنا بحبك قد إيه؟ قد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا يا ابو رعبيه، خلي رجالتك يرجعوا وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا اتفضلوا. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه، اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي اتضايف يا عمده، بس خليك فاكرها، وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجال. فضل يا عماد بيه، فضل يا وائل بيه. فضلوا. اطمن يا حاجة، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانة بالإيمان. اطلع معانا ومي فرشته، وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا. هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ انا اهو قدامك اهو. خدوه. شكرين يا عمده. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجاله وياك وتركبوا الناقص اللي اسمه برعي ده، هو رجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت يا دغار. اوامر يا عمده. تاخد رجاله وتعسكره قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمده. عجبان العصاية دي. هات يا اخوي. انت بقى اللي سيادة الدهب والالمازات، وعامل لي فيها والي يا اخويا. شوف وائل بيها يعمل معاك ايه. يبقى خلي عفريت الارض بتاعك ينفعوك. هو في عفريت غيرنا ولا ايه؟ طب الحق خد من يد السمحة دي، لحسن يطلع علينا ايتين ويسخطنا جرود. يدك. قلبوه، شوفوا معاه ايه وفيشور ومين في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. بقولي انا هدخل اريح لي ساعتين، وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها تمام. بس اوعى يموت في ايديكم. تمام يا باشا، ما تقلقش، كله تحت السيطره. نامت. هنعمل ايه في اللي احنا فيه يا برا؟
البنت بتموت مني. نبي ما تتأخر علي، أنا مش قادرة عليها لوحدي. الله يخليك. ماشي، ما أنا جنبها أهو. لا إله إلا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسفن والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافة يا عين صاد، كافة يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. هاتلنا كرسي يا سيدي، شكل القعدة هتطول. أنت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل مال وهدومه زيك كده سرق الأسرة بنص مليون جنيه، نفتشه ما نلاقيش معاه قرش ساغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك، تعال نتعرف. اسمك إيه؟ إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا. سامعني ولا إيه؟ مع الرحمة. بقول لك اسمك إيه؟ وأبداننا والسلامة والعافية في دين الحكاية بقى كده. ماشي. اللعب. استنى سيبه، بقولك سيبه. Yeah.
بماله وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فين هو؟ بركاتك يا سيدنا، مش قلت ان الراجل ده ولي؟ انت قلت؟ قلت ميتة. ابعت لي برعي وقول له اني هدله على مكان الذهب، مش اللي قال انه ضاع منه، كده 10 مرات ويمكن اكتر. بس فاهم انا ليا شروط. هات عصايتي. فين المفتاح يا ولدي؟ السلام عليكم. أنا عايز أنام دلوقتي، مش عايز حد يصحيني. المركز مقلوب قلبة البين، اللي عايجري من هنا واللي عايجري من هناك
الشيخ خلف هرب، الشيخ خلف هرب، اتاري الشيخ خلف قاعد فين؟ قاعد عند المامور. واه البيه ماسك في صدره وعم يصرخ يا غرق الله يا غرق الله. ايه هو ده العذر برضو؟ انا مش قلت ان الراجل ده ولي؟ بقى قلت كده برضو. طيب قوموا اتوضوا، الفجر على اذان. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفرك ربي واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. حتة كلب زي ده نستناه كلنا لما يصحى ويتوضى ويصلي ويتكرم علينا في الاخر وياجي؟ اسمه ايه ده؟ طمع. طمع؟ صح. بس تفتكر الراجل ده كد اللي يقوله ولا هيلعبنا عشان يهرب؟ لو عايز يهرب كان هرب، ده المركز كله مرعوب منه بعد اللي حصل مع وائل. دول بيصلوا وراه جماعه دلوقتي. وائل بيه عامل ايه دلوقتي؟ المخبر اللي معاه بيقول انه خد حقنه ونام. الدكتور اللي شافه قال عليه قال كرشه نفس وراحت لحالها. ادخل. حرما حرما يا مولانا، اتفضل. جمعا ان شاء الله. عايز الذهب اللي سرق منك. ايه الذهب؟ ايه ما سرقش مني حاجه. أنا قلت كده بس عشان أنت عارف. خلاص خلاص، بس أنا قلت إن ليا شروط. طب فهمنا الأول وبعدين اتشرط. في ذهب مدفون هدلكم على مكانه، كنز. فينه الكنز ده؟ مش هقول لك فينه إلا لما توافقوا على شروطي. موافقين على كل شروطك؟ ده أنت تؤمر، اتشرط زي ما أنت عايز. نويت ادخل على بنت اختك الليله ان شاء الله على سنه الله ورسوله. انت تتجوز بنت اختي؟ انت؟ السلام عليكم. يا مولانا تروح فين؟ مالك حنك كده؟ وضحكوا معاه؟ مالك فيك ايه؟ روح. تاني هام الكنز ده هيتقسم. اه طبعا هيتقسم علينا احنا الثلاثه مش كده؟ لا، اعتبر نصيبي مهر بنت اختك. كنت ظلمك معايا. بس القسمة هيبقى معاكوا شربات. شربات مين؟ في واحدة ست عايزة سيدنا بقى. خش يا شربات. سيدنا. نفطر انا وشربات وبعدين نتكلم. ياسمين الراجل ده مدبوح، كان المفروض اضربه بالنار واخلص منه. يتجوز بنت اختي ليه؟ عشان ايه؟ عشان يتمسخر بيا في البلد كلها. الراجل ده يسخن العينين بالذهبات عشان في الاخر يفضحنا. اسمع يا مدبوح، اكتب له محضر بالسرقه. سرقت ايه؟ ما انت لسه قايل ان مفيش حاجه اتسرقت منك ولا حاجه. اسمع يا ابو ربيع، انت دلوقتي تروح تستريح ونفكر براحتنا، احنا مش مستعجلين. ووعد مني لو الشيخ خلف ده ما صدقش في كل حرف قاله انا بنفسي اللي هدفنه. يلا امال. يلا قوم توكل على الله، انا في انتظارك. الف سلامه.
علاء فندم، هو الشيخ خلف فين دلوقتي؟ قاعد مع الست اللي كانت معاه فندم بره المركز. طب اسمع، تروح تجيب لي فطير وعسل وجبنه وبيض وفراخ كمان لو عايز. ها قوام يلا. الله عليك يا شيخ خلف، ده انت جبني من السماء. يا سلام لو كل اللي بتقول عليه ده يحصل. برعي، ها عملت ايه يا اخوي؟ Side.